بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، متابعينا ومشاهدينا الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله. كالعادة سنتحدث في فيديو اليوم عن مجموعة من أخبار محترفينا، وكذلك عن مدرب الفريق الوطني. سنتحدث عن ياسين عدلي الذي أدار ظهره للخضر، سنتحدث عن إسماعيل بن ناصر، سنتحدث عن قائد سويسرا جوخان قائد المنتخب السويسري وزميل رياض محرز سابقا في المان سيتي، الذي يتحدث عن بيتكوفيتش ويوجه نصيحة لبيتكوفيتش بشأن رياض محرز. سنتحدث عن إسلام سليماني، كذلك عن راشد غزال. فقط ابقوا معنا. البداية ستكون من ياسين عدلي. ياسين عدلي الذي قطع الشك باليقين وأزال كل الغموض حول مستقبله الدولي والمنتخب الذي سيحمل ألوانه أو يطمح لحمل ألوانه مستقبلا، وهذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع مدربه بيولي قبل مواجهة أسي ميلان وسلافيا براغ في اليوروبا ليج يوم غد الخميس، والذي قال فيه عدلي: As a player, I want to play at the highest possible level. So it is a goal of mine to play for France. أنا كلاعب أريد اللعب في المستوى العالي، واللعب مع فرنسا هو هدف بالنسبة لي. وقال هذا ليس الوقت المناسب لشرح الأسباب، وببساطة حسب رأيي عدلي هو الخاسر الأكبر وليس الخضر، فبالنسبة للاعب يبلغ من العمر 24 سنة ومازال لحد الآن يبحث عن نفسه، حسب رأيي لا يملك أي فرصة ليكون ضمن تعداد فرنسا الأساسي في كأس أوروبا أو حتى في كأس العالم، وربما لا يملك حتى الفرصة لأن يكون احتياطي. نمر الآن إلى موضوع آخر وهو متعلق بالناخب الوطني بيتكوفيتش، حيث وجه قائد سويسرا السابق نصيحة مهمة لبيتكوفيتش بشأن محرز، وأكد أن الناخب الوطني الجديد يراهن كثيرا على اللاعبين الشبان. وأشاد قائد المنتخب السويسري السابق جوخان مصير إينلير بفلاديمير بيتكوفيتش، وقال أن بيتكوفيتش مدرب يمنح الفرصة كثيرا للاعبين الشبان ويراهن عليهم. وعاد قائد المنتخب السويسري إلى الفترة التي قضاها بيتكوفيتش مع منتخب سويسرا التي استمرت لمدة 7 سنوات، وقال: لقد جاء مباشرة بعد ذهاب المدرب الألماني المعروف أوتمار زفان، وقاد منتخب سويسرا لبلوغ أورو 2016، وحينها كان المنتخب يمتلك مستوى جيد، لكن بعدها قام بيتكوفيتش بعدة تغييرات على مستوى التشكيلة وقرر تشبيب الفريق وفضل منح الفرصة للاعبين الشبان على حساب العديد من كوادر المنتخب. أما بخصوص رياض محرز، فقال جوخان الذي سبق له أن لعب إلى جانب رياض محرز في المان سيتي أن على بيتكوفيتش عدم التفريط في محرز، وقال أن هناك مباريات يكون رتمها عالي وتحتاج للشباب، هذا أمر طبيعي، لكن يمكن للاعب مثل محرز أن يقدم الإضافة في ربع ساعة أو 20 دقيقة أو 30 دقيقة، وعلى المدرب إقناعه بذلك أفضل من أن يتخلى عنه نهائيا. وهذا أمر مستبعد، يعني أن يتخلى بيتكوفيتش عن محرز وعن سليماني وعن في أول تربص أو في أول شهرين أو 3 أشهر، ربما بعد 6 أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، فالأمر ممكن، لكن في بداية المشوار هذا أمر مستحيل. حتى في منتخب سويسرا قام بالتشبيب بعد 2 تقريبا. وبخصوص اللغة، استبعد قائد منتخب سويسرا السابق جوخان أن يواجه المدرب فلاديمير بيتكوفيتش مشاكل في مهامه على رأس الخضر بسبب عدم إتقانه للغة الفرنسية، وهذا أمر أكيد حسب رأيي. نمر الآن إلى اللاعب آخر وهو اللاعب إسلام سليماني هداف الخضر، حيث أشارت عديد التقارير الإعلامية في وقت سابق إلى أن اعتزال بعض ركائز الخضر الذين تجاوز سنهم 30 عاما، خاصة بعد نكسة كأس إفريقيا في كوديفوار ومن ضمنهم إسلام سليماني، سيتم الإعلان عنه قريبا، لكن هذا لم يحدث، واعتزال سليماني اللعب دوليا مجرد كلام وفقط. فهدف الخضر ب 43 هدف، والذي بدأ مشواره مع المنتخب الوطني في 2012 مع الناخب السابق الناخب البوسني حالي لوزيتش، ولعب لحد الساعة 102 مباراة مع الخضر، يريد الخروج من الباب الواسع، أي أنه يريد المشاركة في كأس العالم 2026 وهو يستحق ذلك. يعني إسلام سليماني لاعب يستحق الخروج من باب الواسع، وسيحاول إسلام سليماني البالغ من العمر 35 عام أن يستغل تربص شهر مارس بإذن الله لإقناع التقني السويسري بيتكوفيتش بإمكانياته
وبأنه ما زال قادر على إعطاء الإضافة للخضر، لكن الأمر سيكون صعب وصعب جدا، لأن التقني السويسري معروف عليه حب التشبيب وضخ الدماء الجديدة كما فعل مع منتخب سويسرا. لذلك في من المنتظر أن يعمل بيتكوفيتش على إبعاد اللاعبين الذين فاق سنهم 33 سنة ولم يعد بإمكانهم تقديم الإضافة للخضر، ومنح الفرصة لوجوه شابة يمكنها رفع التحدي والانتقال بمحاربي الصحراء إلى مستوى آخر والتألق على المستوى الإفريقي، ولما لا صنع التاريخ في كأس العالم 2026. نمر الآن إلى الدوري التركي، حيث معاناة رشيد غزال مع ناديه بيشيكتاش التركي تستمر ويسعى النادي للتخلص منه هذا الصيف رفقة 8 لاعبين آخرين. هذا ما كشفته يعني تقارير صحفية تركية صادرة اليوم على موقع سبور إكس بأن بيشيكتاش يحذر للتخلص من 9 لاعبين يتقدمهم لاعب الخضر رشيد غزال الذي ينتهي عقده مع النادي التركي شهر أجوان المقبل. نمر الآن إلى الدوري الإيطالي، أين أكدت تقارير إعلامية إيطالية اليوم عن ثقة مدرب أسي ميلان ستيفانو بيولي الكبيرة في لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، وأوضحت هذه التقارير أن اللاعب بن ناصر من المنتظر أن يكون أساسي في المواجهة التي ستجمع فريقه غدا الخميس بالمنافس سلافيا براغ برسم ثمن نهائي اليوروبا ليج. وكان بن ناصر قد تعرض في مباراة ميلان الأخيرة أمام لاتسيو إلى بعض الانتقادات غير المبررة حسب رأيي، والتي كانت ستكون أكثر موضوعية يعني لو وجهت للمهاجم الفرنسي جيرو الحاضر الغائب في المباراة والذي ضيع عدد فرص سهلة وضيع عدد الكرات، وحتى لياو في المباراة كان ذلا لنفسه ولم يقدم أي شيء يذكر يعني ولم يقدم أي شيء يذكر في هذه المباراة، ولولا خروج يعني لاعب لاتسيو بالبطاقة الحمراء وخروج اللاعب لاتسيو آخر بالبطاقة الحمراء لكان انهزم نادي ميلان أو على أكثر تقدير كان سيتحصل على نتيجة التعادل. كان هذا ما لدينا في فيديو اليوم، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، فقط لا تنسوا دعمنا. السلام، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.